جات وهب وعنقات الأب ديالها وكتبكي بصوت عالي: بابا، هي ما غاداش تموت ياك؟ قمر ما غاداش تمشي وتخلينا. عثمان ضمها وقال: بنتي قوية، مستحيل تموت بهذا السهول. تحل باب البلوك وخرجات ممرضة كتجري. تعرض لها نصيف وشدها من دراعها وقال: شنو واقع؟ قالت: المريضة قلبها توقف. نصيف مصعوق من الخبر قال: شنو؟ وهي تقول: طلقني، خاص نعيط على طبيب القلب. نصيف قال: من الأحسن ما تموتش ولا كلكم غادي تتبعوها. قالت له الممرضة: مسيو طلقني، راه كتضيع الوقت. طلق منها وقال: تحركي. وفي جهة أخرى تحل باب غرفة العمليات وخرج الطاقم الطبي. وقفات بزز وتعرضات لهم. قالت أم ناهد وهي كتبكي: دكتور، بنتي حية ياك، باقا عايشة، ما يمكنش تموت وتخليني. هي اللي بقات ليا، كانت رجاك تقول ليا بنتي باقا عايشة. شد فيها الطبيب وقال: بنتك مازال عايشة. ولكن وقبل ما يكمل كلامه تحل الباب من جديد، وتمهم خارجين ناهد في الباياس كلها خيوط. كيف شافتها الأم ديالها جرات لعندها وشدات في يدها كتبوس فيها. خداو ناهد للعناية المشددة، دخلوها ووصلوها بعدة أجهزة. خرج الطبيب وجر معاه أم ناهد للمكتب ديالها. جلس وطلب منها تجلس. قال: مدام، سمعيني مزيان. أم ناهد قالت: آه دكتور، الله يجازيك بالخير، كيف رجعتي لي بنتي؟ الله يخلي ليك اللي عزيز عليك ويحفظك الوالديك. طبيب قال: آمين. ولكن الوالدة، سمعيني وركزي معايا، ما كرهتش نقول ليك داكشي اللي باغيه ونفرحك، ولكن للأسف ضروري نشرح ليك وضع بنتك. قالت سمية بخوف: مالها بنتي؟ ياك نجحت لها العملية. طبيب قال: بكل أسف، بنتك ماتت موت دماغي. سمية قالت: كيفاش ماتت وأنا عاد شفتها ودخلتوها لديك الغرفة وقلبها باقي كينبض؟ قال الطبيب: آه بالصح، قلبها باقي كينبض، ولكن الدماغ تضرر كليا والوظائف دياله كلها توقفات، يعني بنتك ماتت موت دماغي وعايشة غير بالأجهزة المحافظة على الحياة. قالت: لا لا، ما يمكنش، هي باقة ما فاقتش من البنش ولا قاعدة خلات في غيبوبة، وغادي يجي النهار اللي غادا تفيق فيه وترجع ليا. الطبيب قال: يا ريت لو كانت هكا، بنتك ما عمرها غادا تفيق، الله يرزقك الصبر، ولكن كان لازم نشرح ليك وضعها. وهي تقول سمية: دابا كتقول لي يا بنتي عمرها ترجع ليا، عمرها غادا تفتح عينيها وتعيط عليا ماما. قال لها الطبيب: للأسف آه، وكطبيب من واجبي نقول لك هاد الشي، بنتك عايشة فقط بالمساعدة الأجهزة، وغادة تبقى تموت شوية بشوية، والأعضاء ديالها غادي توقفوا مع الوقت. وفي بحال هاد الحالات كاينين العائلات اللي كيوافقوا على فصل الأجهزة وكيخليوا المريض يموت بسلام، وكاين اللي كيوافق على التبرع بأعضاء المريض باش ينقذ حياة ناس خرين. قالت سمية: بغيت نشوف بنتي. هو يقول لها الطبيب: ممكن تشوفيها، وفكري في هاد الهضرة اللي قلت لك. ناضت سمية كتمشى بخطوات بطيئة، كترمي رجليها بزز، كيفاش بنتها ماتت دماغيا وعمرها غادا ترجع؟ هي فاهمة الحالة وفايتة سامعة بيها، ولكن قلب الأم المحروق ما بغاش يتقبل هاد الهضرة. سمحوليها تدخل تشوف بنتها. ترمات عليها كتبكي وتعنق فيها. دخلت عندها الممرضة وبغات تخرجها وقالت: هانا غدا نخرج، خليني نودعك بيدي قبل ما نخليها تمشي، ما يمكنش نخليها معذبة. وخا قلبي محروق عليها، تحنات على راس بنتها وباست ليها جبهتها وعنقاتها، ورجعت خطوة اللور وشافت فيها شحال. عاد دارت خارجة، تلفتات عند الممرضة وقالت: بغيت نهضر مع الطبيب. دخلتها الممرضة عند الطبيب وجلسات شافت فيه ومسحات دموعها وقالت: بنتي ما عندهاش فرصة تعيش،
ولكن تقدر تنقذ حياة أشخاص أخرين. ماشي سهل عليا هاد القرار، ولكن عارفة باللي ناهد غادة تاخد نفس القرار. سكتات وقالت: ممكن تبرعوا بأعضائها اللي محتاجهم. شدها الطبيب من إيدها وقال: متأكدة من هاد القرار؟ قالت: متأكدة ولدي، علاش نخليها معدبة وهي عمرها غادة ترجع؟ علاش أنا نكون أنانية ونحرمها من أنها تجازى على عمل نبيل حال إنقاذ حياة أشخاص أخرين؟ الطبيب قال: غادي نجهزوا الأوراق باش توقعيهم. وفي غرفة العمليات دخل طبيب القلب وقدر ينعش قلب قمر. كملوا ليها العملية وخرجوها، دوزوها من قدام عائلتها ودخلوها لغرفة الإنعاش. وخرج الطبيب عندهم باش يعلمهم بحالتها. قال: قلبها توقف جوج المرات خلال العملية، وإلا توقف مرة أخرى ما نظنش ترجع مازال. قال له عثمان: وشنو الحل؟ وهو يقول الطبيب: خاصها عملية زرع القلب، خاصنا نلقاو متبرع في أسرع وقت، وكل ما سرعنا بالعملية كان أفضل. قال ناصيف: عملية زرع القلب؟ عارف اش كتقول؟ فين غادي نلقاو هاد القلب؟ راه الناس كيتسناو سنين في اللائحة حتى كيموتوا، غير جي وجيب قلب. قال الطبيب: عارف ماشي ساهل تلقاو متبرع، حنا درنا اتصالات لبنك التبرع، وإلا كانت شي حاجة غادي يتصلوا بينا. ناصيف قال: كتقول لينا نبقاو ونتسناو هاد المتبرع حتى تموت هي؟ وهو يقول الطبيب: أنا ما في إيدي والو، اللي عليا درته. وهو يقول عثمان: أنا غادي نلقى ليها هاد القلب، واخا نعرف نجبدو من صدر شي واحد، المهم بنتي تعيش. من بعد ما دوزات نهار كامل جنب بنتها، جاو عندهم ادو ليها الوراق سنات عليهم، والدموع دايزين على خدودها، ودعات بنتها وخرجات من عندها غير بزز. وبالصدفة وصلت الخبر للطبيب قمر، وعرف باللي لقى متبرع، ومن اللي تأزمات حالتها قرر باش يسرع بالعملية. بعد ما مروا ساعات عدة خرجوا التحاليل والفحوصات، ولقاو باللي القلب مناسب. جهزوا غرفة العمليات للمتبرعة اللي كانت في نفس المستشفى باش يحيدوا لها القلب ويزرعوه القمر. كانوا بجوجات وسط غرفة العمليات، واحدة مقابلة مع الأخرى. الأطباء قدروا يتنفسوا الصعداء، العملية نجحت والوضع مستقر. اتحل الباب وخرج الطاقم وطمئنوا العائلة باللي العملية كانت ناجحة. نقلوا قمر لغرفة الإنعاش حتى تستقر حالتها. عثمان ما قدته فرحة، وهب وأمير وناصيف عاد حسوا بالارتياح. أما ملاك كانوا ملامح وجهها جامدين. أم ناهد كانت جالسة في الكولوار كتافها طايحين، حزن عميق ظاهر على وجهها وعينيها نشفوا من الدموع. وقف عليها الطبيب وهزات راسها فيه، قال: اليوم بفضل قرارك الشجاع قدرنا ننقذ شخص من الموت. قالت سومية: بنتي ناهد هي اللي نقذته. وهو يقول الطبيب: بفضلها عاشت المريضة اللي كانت على فراش الموت، وبفضلها غادي يعيشوا ناس خرين. قالت سومية: الحمد لله على كل شيء. وهو يقول الطبيب: إنا لله وإنا إليه راجعون، البركة في راسك والله يرزقك الصبر. سمية حسات بغصة في قلبها، يعني ناهد مشات؟ قالت: بغيت اليوم يتم دفنها. وهو يقول الطبيب: أكيد، كيف نكملوا الإجراءات غادي تسلمي الجثة، واش غير انت اللي عندها؟ وتفكرات نجم الدين ونزلوا دموعها وقالت: الله يا ربي، خاطبها مازال ما ساق الاخبار. وهو يقول الطبيب: تصلي به يجي. قالت: ما يقدرش يجي، غادي نعيط على والديه، هما الناس اللي كانوا غادي يوليو عائلتنا، انا وبنتي الله يرحمها. مشى الطبيب يصنع على اوراق تسليم جثه ناهد، وسميه جلسات على الكرسي وجبدات التليفون ديالها ودوزات رقم عبد الرحمن الاب ديال نجم الدين وخبراتهم باللي كاين. الخبر كان صعيب عليهم، بصعوبة قدر سي عبد الرحمن يهدنهم. خرجوا متجهين المستشفى، وكي دخلوا شافوا سمية
وتلاحت عليها عائشة وبكا وبحرقة، وعلموا سمية باللي غادي يوصلوا جثتنا هاد للدار. دغيا عمرات الدار بالعزاية. سمية كانت جالسة في الصالون غير ساهية، الناس كيعزيو فيها وحاسين بألمها، وعائشة حتى هي كانت كتبكي على كنتها اللي مشات وعلى ولدها اللي غادي يتحرق بالمعقول. آيات ما قدرتش تتحمل الجو، طلعت لبيتها وجلسات فوق ناموسيتها حاضنة المخدة والدموع دايزين غير بوحدهم، ودعوها وهما متحصرين على النجمة دي اللي ما اتاحتش ليه الفرصة أنه يشوفها لآخر مرة أو حتى يودعها. ونقلات سيارة الإسعاف ناهد المقبرة فين دفنات. كان الجو كئيب، الضباب والشتا خيط من السما. خرج من المركز ووقف في الباب كيشوف الشتا كتصب، ابتسم وهو كيتفكر نهار كان كيجري هو وناهد تحت الشتا. حتى عيط له ساجد نجم الدين. خرج من سهوته وشاف ساجد واقف جنب السيارة كيتسنى فيه، قطع الشانطي وتوجه لعنده. عنقو قال له على سلامتك. قال نجم الدين الله يسلمك. ركبوا بجوج في الطوموبيل وديمارة ساجد، وصلوا ونزلوا بجوج وغادين للدار. كانت دايزة واحد لمرة ولمحات نجم الدين وهي تقرب لعنده وقالت البركة في راسك ولدي، الله يرزقك الصبر. مشات. نجم الدين استغرب وقال سمعتي اش قالت؟ قال لي ساجد وقيلة تغلطي ليها مع شي حد. يلاه كمل ساجد هضرته. وداز راجل من جيرانهم شاف نجم الدين بشفقة ولاح الهضرة اللي خلات نجم الدين في حيرة وارتباك أكبر. قال الله يرحمها ولدي والله يصبرك. نجم الدين توسعوا عينيه وضرب الدورة غادي بالجرة للدار، حل الباب ودخل كيقلب. كيف شاف مو جالسة في الصالة رجعت فيه الروح. هزات عائشة عينيها الدابلين وشافت ولدها وهي تموت، وتلاحت عليه وعنقاته وانفجرت بالبكاء، دمها كيبوس على راسها وقال غير توحشات وصافي. قال الوالدة ما تبكيش هاني قدامك، راه قلت ليك غادي نرجع. حطات ايدها على خده وقالت ولدي الحبيب ما تقطعش قلبي عليك، بغيتك ديما تبقى قوي. قال ليها ولدك سبع ما عندك علاش تخافي. كيشوف ارجاء الدار وقال الوالدة فين هي ناهد؟ بغيت نفاجئها ونراضيها، غادة تكون كاعية عليا حيت ما خليتهاش تجي لعندي. عائشة حابسة البكية وقالت انت كتآمن بالله وعارف الأعمار بيد الله، وكلنا غادي نخليو هاد الدنيا وحبابنا شي نهار. قال ما فهمتش الوالدة، الجارة قالت لي هضرة غريبة وحتى مول الحانوت، ودابا انتي كتهضري بحال ليلى مات شي حد وهي تقول ناهدة ولدي الله يرحمها. اجمع الابتسامة وقال نعم. عائشة كتبكي وقالت خطيبتك ولدي ماتت، ناهد دارت كسيدة وماتت. قالت البارح ماتت ودفنات في العشية، ما كانش كيفاش نديرون على الموك. وشدات في ايده وقالت الله يصبرك ولدي، ما قدرتي حتى تودعها. حيت لمو ايدها وبدون ما ينطق حتى كلمة طلع الفوق ودخل بيته. كيف دخل شم ريحتها، غير البارح كانت في نفس المكان كتزين باش تولي ديالو. جات قدام عينيه آخر مرة شافها، كانت واقفة قدام باب دارهم وكتشوف فيه عينيها غادين بالدموع. هز إيده بتتاقل وحطها على سطره، ألم رهيب كيعصر قلبه. ما يمكنش يكون تحرم من الإنسان اللي بغى، اللي كان باغي يكمل معها حياته. جلس في طرف الناموسية وإيديه طايحين ورجليه مسرحين، بقى كيشوف في الحيط اللي قدامه وكتبان ليه غير صورتها وهي كتبكي. نزلات دمعة كتجري من عينيه، سدهم مزير عليهم. وفجأة ناض ضرب الطبلة اللي قدامه برجله، حتى تشتات وتناطر الجاج في كل أرجاء الغرفة. عينيه حمرين وشفارو فازقين، كان صدره كيطلع ويهبط وقلبه كينزف الدم. شد فراسه بيديه بجوج وانفاجر البركان اللي كان داخل. عائشة كانت واقفة ورا الباب ديال بيته، شادة على فمها وكتبكي في صمت، كتسمع صوت التهراس والضريب. تحسرات على ولدها اللي قلبه تحطم بأسوأ خبر ممكن يسمعه. وجات آيات حتى هي، تحل الباب وقفزوا بجوج فشافوه خارج. آيات شافت خوها اللي وجهه حمر وعينيه مغرغرين، ضرها قلبها عليه
ونزلات عينيها وهي كتشوف ايديه قاع مجروحين وكينزفوا، وهازف وحده فيهم ساكر. تلاحت عليه وعنقاته وقالت نجم الدين، بكات في حضنه وهو غير واقف وطالق ايديه. بعدات عليه ايات وشافت فيه وقالت نجم الدين خويا اهدر معايا، خرج اللي في قلبك، ما تبقاش ساكت. قالت عائشة فين غادي يا ولدي؟ قال لها ما تخافيش غادي نرجع. قالها جوج كلمات وتمهابط مع الدوش، خلى موخته كيعيطوا ليه وطلع فوق دراجته ودار الكاسك ومشى. وداز داك النهار وجا يوم جديد، كانت مستلقية في البياض، تيو ديال الأكسجين دايز من نفها، وجهها شاحق وفمها ناجم ورموشها بداو كيتحركوا. فتحات عينيها بتتاقل كتشوف في السقف، حركات ايدها بصعوبة كتشوف في الجهاز اللي في صفحها، وجات بغد كعاد وهي تحس بألم في صدرها. رجعات كيف كانت وكتحاول تذكر شنو وقع ليها وشنو جابها لهنا. تحل الباب ودخلات الممرضة، كي شافتها حال عينيها شات كتجري عيطات على الطبيب. تخلى عندها بابتسامة على وجهه وقال على سلامتك أنسة قمر. قمر كتهضر بصعوبة قالت شنو وقع ليا؟ طبيب كيف حس فيها وقال شوية عليك، راكي خرجتي من عملية صعبة وخاسكي الراحة التامة. شافت في الفاصمة اللي على صدرها وقالت اش من عملية درت؟ قالت طبيب كنظن ما عقلتيش على شنو وقع، درتي حادثة سير خايبة، وكيف جابوك المستشفى داروا ليك عملية باش يوقفوا النزيف اللي كان على مستوى كرشك، ولكن قلبك كان في حالة ضعيفة وتوقف وسط العملية، وقدر الطبيب يرجع ليك النبض، ولكن بعد الفحوصات اللي درنا لقينا باللي خاصك ضروري عملية زرع القلب. قالت شنو؟ قال لها في يوم واحد درتي جوج عمليات، والحسن الحظ لقينا متبرع وقدرنا نديرو ليك العملية قبل ما يفوت الفوت. قالت عملية زرع قلب؟ دابا أنا درت عملية زرع قلب. قال ليها تماما، وكنظن كنتي عارفة باللي عندك ضعف ديال القلب أو لا؟ قالت آه كنت عارفة. قال انتي عندك ضعف القلب وأعراضه باينة، ما كنتيش كتحسي بألم في الصدر وضيق تنفس والدوار وكيتغمى عليك؟ قالت كنت عارفة، ولكن الطبيب قال لي باللي ناخد غير الأدوية وما كاينش خطر على حياتي. قال لي هالطبيب وكنتي كتاخديهم؟ قالت ماشي ديما. وهو يقول ولكن علاش عائلتك ما عندهم حتى شي علم بهذا الشيء؟ حتى الأب ديالك ما كانش عارف. وهي تقول ما بغيت شفقة حد. طبيب استغرب وقال المهم أنا هدرت مع الأب ديالك وشرحت ليه الحالة ديالك، العملية اللي درتي صعيبة وخاسك الراحة التامة حتى تدوز مدة النقاهة. وهي تقول شكون اللي تبرع لي؟ قال ليها احنا ما كنكشفوش على هوية المتبرع، هاد الشي ضد سياسة المستشفى. وهي تقول والجرح غادي يخلي ندبة؟ قال اكيد، ولكن ممكن من بعد جري عملية تجميلية وما غاديش يبقى اثار الفتحة. قالت له شكرا. خرج الطبيب ولقى العائلة وطمئنهم وسمح لهم يدخلوا لعندها. دخل عثمان وقرب لعند قمر وعنقها وقال على سلامتك بنتي خلعتينا عليك. عنقاتها وهب وهي كتبكي وقالت كنتي غادة تمشي وتخليني. وقربنا صيف عندها وباسها في شبهتها وقال خرجتيها منا. أمير حتى هو عنقها وقال على سلامة أميرتنا، كنت عارف غادي ترجعي، راه قوة منك ما كاين. ملاك سلمات عليها بالوجه وقالت بنتي كيف كتحسي؟ قمر بقات كتشوف فيهم كاملين وشكراتهم على اهتمامهم وقالت أنا بخير، بقاو دايرين بها وكيعاودوا ليها هاد اليومين أجداز عليهم. فاش خرجات من العملية الأولى وبعدها علموهم باللي خاصها عملية أخرى. عاد فاش من اللي لقاو ليها القلب ونجحات العملية ضلوا معها حتى رجع الطبيب وطلب منهم يغادروا خاصها ترتاح. مشاو كلهم وفحصها الطبيب وشحتا هو، بقات متكية وكتذكر آخر حاجة وقعات قبل من الحادث، تذكرات شنو وقع مع عمها وفاش دافع عليها نجم الدين وفاش ضرباته هي وتثبات فيه وشهدات ضده باش تخرج راسها،
وعاقلة مزيان على الشوفة اللي دار فيها في المحكمة. ساست راسها من هذه الأفكار وسدات عينيها مستسلمة للنوم بفعل المهدئات. وفي فيلا العابيري جالس عثمان في المكتب دياله. احتجه اتصال وجاوب عليه وكان عميد الشرطة. قال عثمان: سيادة العميد، اش خبارك؟ قال له العميد: بخير السي العابيري، اتصلت بك على قبل الحادث اللي تورطات فيه بنتك. وهو يقول عثمان: كنتمنى تكلف بالموضوع ويتسد. قال له العميد: اكيد، هاد الشيء علاش اتصلت بك. كيف وصلني التقرير وشفت اسم بنتك سديت الملف. عثمان شكره وقال له: معروفك ما غاديش ننساه. وهو يقول له العميد: خيرك مغرقنا وعلى سلامة بنتك. قال له عثمان: الله يسلمك. وقطع. وداز شهر جالس كل من عثمان وعائشة وآيات دايرين بالطبلة دلعشة، وكل واحد فيهم باين عليه مهموم. من نهار خرج نجم الدين من الدار ما بقى سمعوا عليه حتى شي خبار، حتى التليفون ديالو طافي. سولوا عليه صحابه وحتى هما ما عندهم حتى شي خبار عليه. سمعوا الباب تحل وإذا به واقف قدامهم. مشات آيات بالجرة وتلاحت عليه عن قاتل. قالت: نجم الدين، فين مشيتي؟ خلعتينا عليك. عنقها وقال: ما تبكيش. بعدها عليه ومشى سلم على باه أمه، وجلسوا هما غير متبعينه بعينيهم. كيبان لهم متغير، ماشي نجم الدين اللي كيعرف، اللي ديما داخل بابتسامة على وجهه. سولوا عبد الرحمن وقال له: فين كنت يا ولدي؟ قال نجم الدين: ماشي مهم. قربت حدا عائشة الأكل وقالت: كولا ولدي، بنتي لي ضعافيتي. وقف وقال: غير بالصحة، نمشي نرتاح. طلع مع الدروج وهما متبعينه بعينيهم. حالته ما عجباهمش، باين فيه باقي مأثر بخبر موت ناهد. عارفين هذا الصمت والهدوء وراه قلب مكسور. ادخل بيته وحيد حويجه، دوش ولبس وتكف بلاصتو. في الصباح فاق بكري ولبس حويجه، موقف احتل قدام فيلا ديال العابيري، حيد الكاسك بلا ما يهبط. هز راسه في الفيلا كيشوف بنظرات كلها غضب وحقد، نار شاعله في قلبه ومحال تطفى. من نهار عتب هاد الفيلا وحياته تقلبات، بسببهم تخرب نهاره. النهار اللي كان غادي يكون احسن يوم في حياته، اللي غادي يجمع فيه هو وحب حياته، وماشي غير هادشي، صدق داخل الحبس الظلمان. ومني بانت حقيقة وخرج جاي فرحان، ناوي يعوض حبيبته على اللي وقع. حتى كيلقاها ماتت في حادث، مشات وخلات جسد بدون روح. نجم الدين قال بين سنان: قمر العابيري، غدا دوقي من نفس الكاس، غير تسناي عليا. رجع الكاسك ودمارة طاير. داز للمكان المفضل هو وناهد، جلس تماك كيتأمل البحر ونظرة الحزن والغضب ظاهرة في عيني. مر بعض الوقت وناد ركب ورجع لدارهم وعيط على مو باه اخته. اجمعهم في الصالون وجلس وقال: ابغيت نعلمكم باللي مسافر، واحد صاحبي مهندس قرا معايا عنده شركة في الامارات، تلاقيت بيه وعرض عليا نخدم معاه. كنت خديت انا وياه الماستر، هو سافر باش يبدا المشروع وانا تعرض عليا نخدم في التدريب. نسيت شي حاجه سميتها الهندسه، ولكن فاش تلاقيته لقيت باللي فرصه نخدم ونحقق حلمي اللي نسيتو شحال هذا. قال لي عبد الرحمن: عارف باللي كان حلمك تخدم وتدير شركتك الخاصه، ولكن ظروفنا ما ساعدتكش وخرجتي تخدم في اللي كان. انا ولدي راضي عليك، واللي قررتيها انا معاك. عائشة حابسة دموعها وقالت: الله يرضى عليك ولدي وينجحك فاش ما نويتي، غير ولدي ما تنساناش، ومرة مرة عيط على ميمتك باش ما نتشطنش عليك. قال: أنا غادي نبقى على تواصل معاكم، ومن اللي نقاد أموري غادي نجي مرة مرة نشوفكم. قال لي عبد الرحمن: انت ناوي تسافر؟ هو يقول نجم الدين: غدا إن شاء الله. دوز النهار مع عائلته، وفي اليوم التالي جمع نجم الدين حوايجه وتوادع مع عائلته وخرج. لقى ساجد كيتسناه، ركب في الطوموبيل وتسالم معاه وتحركه، وقال ليه يتوقف في مكان اخر قبل المطار. هبط نجم الدين وطلع للدار ودق وفتحت ليه سمية الباب. كيف شافته؟
تلاحت عليه وعنقاته وكتشهق بلبكة. جرها دخلها وبقى شاد فيها حتى هدات. قالت على سلامتك ولدي، كنت كنتسناك غير تجي باش نعطيك الساروت ونمشي. قال ما عندك فين تمشي، هنا غدا تبقاي، هادي دارك. قالت ولكن ولدي، قاطعها وقال هدرة وحدة قلتها ما غدا فين، انتي في مثابة الوالدة ومن ديما حاسبك هكا، انا جيت غير باش نطمئن عليك، مسافر لواحد المدة وغادي نرجع، وراه وصيت ايات ندوز عندك الى خاصاتك شي حاجة قوليها ليها وهي غدا تولي تمد لك شي امان. قالت لا ولدي ما غداش نتقل عليك بهمي حتى انا. قال اش قلنا، الا بغيتي تبقاي هنا بقاي، بغيتي تجلسي مع الدار سيري. قالت مرتاحة ولدي هنا، كنشم فيه ريحة بنتي. قال نخليك دابا وتهلاي في راسك، سلم عليها وخرج. طلع وساجد ديمار الطوموبيل، غادي في الطريق حتى قال ساجد يوقف. نزل نجم الدين كيشوف باب المقبرة، دخل وتوجه لقبرها، جلس بجنب قبرها وحط ايدو على التراب، غمض عينيه وكيتذكر ملامحها وهي ضاحكة وهي معبسة. خرج ركف الطوموبيل ووصلوا ساجد المطار وتواعد معاه. قلعت الطائرة اللي على متنها نجم الدين مغادر الأراضي المغربية، ويوم على يوم كتحسن صحة قمر، ولات كتحرك هادي ورجعت لروتينها اليوم، وسافرت لأمريكا فين دارت عملية جراحية تجميلية وحيدات الندبة. رجعت المغرب واستقبلوها بحفلة ضخمة على شرفها، نزلت لتحت فين مجموع كل شيء، وقفت مع أختها وهب وملاك اللي مجمعين ومندمجين مع الناس، وحسات قمر بالخنقة والجو ما عجبهاش. خرجت للجردة وهي هازة كاس العصير، حطاته جنب الخصة وحيدات صندالتها، جلسات في الحاشية ديال الخصة وغطسات رجليها في الماء. خرج من الحفل كيقلب عليها بعينيه والمحة جالسة وقرب لعندها، وقف جنبها خاشي ايديه في جيابه كيشوف فيها، وهي ما حساش بوجوده، حنحن بصوته. عاد دارت ولقاته حداها، قالت شكون انت؟ قال ليها ما عرفتينيش، واخا تلاقينا شحال من مرة. قالت لا عمري شفتك. قال ماشي مشكل نعرفك براسي، مد ليها ايدو وقال انا ساجد، ابائنا معرفة قديمة. بقات كتشوف ايدو اللي ممدودة وقالت علاش تبعتيني؟ قال فضول، حتى لهاش غتخليني مد ايدي. سلمات عليه وقالت يلا جمعها. بدا كيضحك وقال ها هو ممكن نجلس حداك؟ قالت بغيت نبقى بوحدي. جلس وهو يقول وعلاش؟ خاصك تكوني وسط الناس، ماشي هاد الحفلة على حسابك. قالت ما عنديش لقانا نبادلهم نفس الضحكة الصفرة. وهو يقول كتعجبني فيك هاد الصراحة. قالت كتهضر بحال ليلى كتعرفني. وهو يقول ممكن. دورات قمر وجهها كتشوف قدامها، شافت البلاصة اللي كان واقف فيها نجم الدين، فاش خرجت لعندو كان ناصيف تابعها، اتذكرت فاش باستو وبدون شعور حطت ايدها على شفايفها وعينيها لمعوا وابتسامة خفيفة على فمها. هادشي كله لاحظو ساجد، اسها فيها مراقب كل حركة دارت، اما قمر فبقات على داك الحال حتى وعات على راسها، وهي تحيد ايدها بسرعة، تلفتات عند ساجد وهو يبان ليها كيشوف فيها. قالت انت مازال هنا؟ قال قبلت من اللي تذكرتي؟ تفاجأت بالسؤال وقالت حتى حد، علاش كتسول؟ قال ليها بفضل خبرتي المتواضعة من ديك الحركة اللي درتي باينة تفكرتي شي قبلة او لا. وقفات كتلبس في صندالتها وقالت وانت شنو دخلك؟ وبدات داخلة الفيلا وقال غادي نرجعو نشوفو بزاف. قالت ابقى تحلم. ودازت سنة، في هذه المدة وقعوا أحداث كتير، أبرزها هي إصابة أب قمر بذبحة قلبية بسبب مشاكل الخدمة، كانت غادة تودي بحياته كل ما عتقوهش في آخر لحظة، داروا لي عملية دقيقة ونجا منها بصعوبة، ولكن ما استرجع صحته كليا، الأطباء نصحوه يعطي الراحة التامة لراسه أو لا العواقب غدا تكون وخيمة.
إلا تعرض مرة أخرى لذبحة قلبية ما غاديش ينجى منها كيف قبل. تمنع عليه يرجع للخدمة ويبعد على أي حاجة ممكن تعصبه. داكشي علاش كان ضروري يحط شي حد في بلاصته. الكل كان متوقع أنه غادي يكلف أمير، ولكن صدمهم فاش هو اختار قمر تكون نائبة مدير مجلس الإدارة. بناته بجوج ما عندهمش خبرة، وخد هرسين إدارة الأعمال، وكان ممكن يختار وهب حيت هي الكبر، ولكن هو اختار قمر واختياره غير قابل للنقاش. قمر رفضت في الأول، ولكن فاش خيرها بين إما تزوج نصيف أو تكلف مجموعة شركاتهم اختارت الخدمة. ملاك وأمير ووهب حتى واحد فيهم عجبوا قرار عثمان، ولكن ما كان عليهم غير يرضخوا الأوامر. ومن ثم بدات قمر خدمة تحت إشراف نصيف اللي كان كيوريها ويساعدها في أي حاجة. داتوا ساعتين على الاجتماع وسدات قمر الملف ووجهات هضرتها الكل. قالت هذا المشروع مهم لشركتنا، ضروري ما نديرو كل ما في جهدنا باش ينجح، باش نقدروا نرجعوا الشركة المكانة اللي كانت فيها ونسترجعوا ثقة الشركاء بينا. أي خطأ ولو بسيط ما نعقلش على مولاه، مفهوم؟ كل شي قال مفهوم. وقفات وقالت الاجتماع سالة. خرجت وتوجهت للمكتب ديالها اللي جا جنب مكتب مدير مجلس الإدارة الخاص بالأب ديالها. جلست في الكرسي وحيدات الكعب العالي وبدات كتماصي في رجليها حتى تحل الباب فجأة وتم داخل كيفرنس. قالت ما كتعرفش الدق؟ قال لها ساجد بابتسامة جانبية. لا، بغيت شي نهار نجي على غفلة على أمل نلقاك كتنصلي ولا كتلبسي، ساعة ما عندي زهر. قالت له رجعوا ليك أحلام اليقظة عاوتاني، علاش ما حضرتيش الاجتماع؟ قال علاه كان عندنا شي اجتماع. خنزرات فيه وقالت خرج بحالك بلا ما تعصبني. تمرح فوق الفوتاي وقال ما غاداش تغداي. قالت غير سير انت، باقي تابعاني شحال من حاجة. وهو يقول حضرت نائبة مجلس الإدارة، ماشي إلا خديتي ساعة راحة باش تغداي غدا تنهار الشركة. وليتي الخدمة الخدمة الخدمة. بقيت كتشوف فيه وقالت كون ما كنتي أحد الشركاء كون جريت عليك خارج الشركة. وهو يقول لا ما تقدريش، عارف راسي عزيز عندك. وهي تقول سبقني هاني جاي. وقف ساجد وقال ما تعطليش علي، كنت وحشك دغيا. وفي الإمارات العربية المتحدة طالع في المصعد للطابق الأخير، خرج غادي في الكولوار وشافته السكرتيرة وجات كتجري. قالت مسيو سملالي، هاد الوراق عاد وصلوا وبخصوص المشروع اللي في المغرب. خداهم من عندها ولقى نظرة عليهم وابتسم بالجن. قال لي هنجم الدين، تصلي بجلال ووجدوا كل شي، غدا نازلين المغرب. قالت السكرتيرة مسيو جلال سافر. وهو يقول نجم الدين فين؟ قالت مشى لألمانيا هاد الصباح، عنده شي حاجة طارئة. قال صافي قطعي لي تذكرة غدا في الصباح. وهي تقول اوكي مسيو. مدموزان نادين كتسناك في المكتب. حل الباب ودخل، بانت ليه جالسة في بلاستو ومسرحة رجليها فوق المكتب. قالت المدير جاي معطل. وهو يقول كنت فلاصة صافا. وهي تقول له فخبارك جلال مشى ألمانيا هاد الصباح. قال عاد قالتها لي السكرتيرة، داك خوك ما كيعلم حد وغدا مسافرين المغرب. نادين ابتسمات وقالت بما أنه جلال ما غاديش يمشي أنا نمشي معاك. هز فيها راسو وقال ليش بغى تمشي؟ أنا غادي على حساب الخدمة. وهي تقول عارفة، ولكن بغيت نمشي معاك، شحال هذا ما نزلت المغرب. قال ليها أوكي. حياة نجم الدين حتى هي تبدلت، مشى الإمارات وهو حاط هدف بين عينيه اللي شافو يقول هذا نسى دغيا وعايش حياته عادي، ولكن حتى شي واحد ما عالم بداكشي اللي حاسبه، حتى انه خلى عائلته سافر بعيد. ديما كانوا كيجيوه عروض عمل على برا، ولكن كان كيرفضهم. علاقته بعائلته وطيده
هو من النوع اللي كيبغي بالجهد، وإلى كره كيكره بالجهد. مشان الإمارات وقدامه هدف لازم يحققه، وقدامه هدف لازم يحققه. كان عنده حافز كبير خلاه يحقق المستحيل فترة قصيرة. فاش عاد وصلت لقب صديق جلال اللي كان صاحب شركة صغيرة، دار إيدو في إيديه وخدم معاه، دوز نجم الدين أشهر ديال تمارة فين ما كان شي مشروع كيشدو، وبدا الصيت ديالو كيتعرف، خاصة فاش نجح في عدة مشاريع ديال البناء. جلال فرح لحقاش اختارو، جلال فرح لأن اختياره كان في محله، وعرض على نجم الدين يخدم معاه حيث بمساعدته شركته كبرات، وحاليا ولو من الشركات الأولى في الخليج اللي كتكلف بأي مشروع هندسة أو بناء. وبفضل كفاءة نجم الدين دغيا داروا بلاصتهم، أي مشروع شدوه كان كينجح بفضل مجهوداتهم وعملهم ليل نهار. الغد ليه كانت طائرة كتحط في الأراضي المغربية، هبط نجم الدين ونادين من الطيارة، خداو شوانتهم وخرجوا من المطار، لقاو سيارة كتسناهم، خدا الشيفور شوانت وحطهم في الكوف. ركب نجم الدين اللور وحده نادين ومشى بيهم اللوطيل فين حاجزين. كيف وصلوا هبط نجم الدين كيتمشى بخطوات هادئة، توجه للاستقبال وخد الكارت الجناحين، دخل المصعد وجنبو نادين، خرجوا وقفوا مدليها إحدى البطاقات وقال هادي ديال الجناح ديالك، خداتها وشكرته. دار كيحل الباب وبقات نادين تبعاه بعينها حتى دخل، ابتسم ليها ابتسامة خفيفة وسد الباب، عاد دخلات الجناح ديالها. الغد ليه في الصباح دخلت والباب دا كيتسد، حتى حبساتو ايد ساجد، قال صباح النور، وهي تقول له قمر صباح الخير، قال صباح زين هذا، كيف صبحات مديرتنا الجميلة؟ قالت له قمر غدا نكون بخير إلا ديتيها في شغلك، بعد ساعتين عندنا اجتماع مهم غادي حضروا فيه حتى منافسينا، كنتمنى تدير عقلك وخا غير اليوم. قال ليها حاضر ندير عقلي علاش لا، وهي تقول خاصنا نراجعوا شي تفاصيل مع فريق المهندسين، وبما انك انت رئيس الفريق فخاصك ضروري تحضر. ساجد قال هاد الصفقة ديالنا ما عندك علاش توتر؟ قالت نتمنى حيت محتاجينها بزاف. وصل الوقت وناضت قمر وساجد وتوجهوا لغرفة الاجتماعات، كان تقريبا الكل حاضر، جلسات في مكانها وساجد بجنبها، لمحات جوج كراسة باقين فارغين. مروا دقائق ومازال ما جاو، صمت وهدوء في القاعة كسروا غير صوت البيبان اللي تحلوا داخل بكل هبة، وبجنبه نادين شادة في دراعه ودايرة ابتسامة مرسومة على وشفاها عكس نجم الدين اللي ملامح وجهه جدية، عاقد حجبانه شوية وعينيه مجبدين فيهم نظرة تحدي وقوة. لقات تحية وهزات قمر عينيها تشوف شكون صاحب الصوت، حتى كتصدم بيه واقف قدامها، عينيها خرجوا من بلاستهم وما متيقاش باللي هو اللي واقف قدامها، هو نفسه البوديغارد ديالها اللي كانت هي وياه ديما مشادين، هو نفسه الشخص اللي لفقوا ليه تهمة ما عنده فيها ايد وشهادات ضده في المحكمة، بالعاد ريقها بصعوبة خاصة فشافت نظراته ليها، كانوا كيتبادلوا النظرات بيناتهم كأنهم غير هما اللي في الغرفة. بعد عينيه عليها وجلس بلاصته، بقات غير كتشوف فيه حتى حركها ساجد اللي كان بدوره مصدوم من حضور نجم الدين، كان تقطع التواصل بيناتهم نهار صافر. قال ساجد احنا الاولين خاصنا نبدا. قمر ما مركزاش، قالت ها؟ ساجد قال كيتسناو فينا نبدا، وهي تقول قمر اه اوكي، حاولت تركز وتقدم المشروع وخا باقا حيره. البوديغارد اشنو كيدير وسطهم؟ ساجد والمساعدين شرحوا بالتفاصيل خططهم وكيف غادي يخدموا على المشروع ويكون ناجح 100%. نجم الدين كان جالس مسترخي وكيسمع ليهم، كملوا وجا دور فريق نجم الدين، وبعد مناقشات بين الأعضاء تم أخذ القرار. وقف رجل في الخمسينات كان من المسؤولين على المشروع وهو اللي غادي يتاخذ القرار،
شكر الجهتين بجوج على العروض ديالهم، وقال بعد المشاورات على المشروع غادي تسلموا شركة شنهوة. تبسم نجم الدين بانتصار وشاف قمر اللي كان واضح على وجهها علامات الصدمة. بقات جالسة في بلاصتها وما قادراش تنوض. المشروع اللي كان ضامنة زهق من بين يديهم. كان عندها أمل كبير ترجع سمعة الشركة بنجاح هذا المشروع، وكانت متأكدة غدا تاخده. داكشي على صدمتها كانت كبار فاش مخداوهش. فجأة وقفات وخرجت مسرعة من الغرفة، دخلت المصعد وضغطت على الزر. استنشقت ريحة رجولية وإذا به دخل المصعد. وقف بجنبها بلا ما يشوف فيها. سد المصعد وهو يدور عندها. خفة شدها من خصرها وخبطها مع المراية. وجهه قريب لوجهها، كتحس بأنفاسه كيضربوا فيها. عينيها كيتحركوا بسرعة، ولكن ماشي بسرعة دقات قلبها. جمدات بغات تدفعو ما قدراتش. نزل على وجهها مقرب ليها أكثر. نزل عينيه وشاف في شفايفها ورجع هزهم في عينيها. نيفو كان قايس نيفها، وبلا ما تحس ذات عينيها كتسنى قبلته. ابتسم بجنب وهو يبعد وجهه. ملي ما حسات بوالو حلات عينيها ومرضاتش على هادشي اللي دار ليها. حطات يديها على صدره ودفعته. هزات يدها حتى الفوق وطرشاته. قالت هادي باش تحترم سيادك وتعرف حدودك. نجم الدين بقى كيحك في خده وقال كنت باغي نجرب. سمعت باللي المديرة فاتنة وسحرها لا يقاوم. كنظن مجرد شائعات. أول مرة نقرب شي وحدة ومنحس بوالو. حسيت بالإهانة لأنوثتها. وهي تقول حتى تكون انت راجل بعدها. عاد هدر. وخا توصل فين بغيتي. كتبقى مجرد حارس شخصي فاشل. شدها من معصم إديها وزيها. قال راجل على تصيلت كلها. على الأقل ما كانت خباش. ندير الفعلة ونلصقها في شخص آخر. قالت طلق مني. قرب عند ودنها وهدر بهمس. قال اليوم كان غير البداية. اللي جاي كتار. لعبتنا غدا تكون مسلية. كانت منا ما تستسلميش بسهولة. قالت لي كانت حلم. غدا ندمرك قبل ما تفكر توصل ليا ولعائلتي. ماشي ربحتي مشروع يسحب ليك وصلتي. قال ليها أعطي ما في جهدك حيت ما غاديش نرحمك. خرج من المصعد وخلاها كتفيبر. كل شي تخلط عليها، الارتباك والخوف والغضب. وداز أسبوعين على مجيء نجم الدين المغرب، وجا جلال ووقفوا على المشروع. أوضاع شركة قمر ما كانتش في وضع مطمئن. ديون كتراكم وما قدروش يحصلوا على شي مشروع ضخم يقدروا يرجعوا به مكانتهم. قمر بغت تحماق. يوم عن يوم كتزيد في العصبية ديالها، ولات في حالة لا تحسد عليها. كتقلب على شي حل كيف ما كان. ما بغاتش الناس يستهزئوا بها وتخلي ليهم الفرصة يتشفى. أصلا كل شي كيتسنى خطأ منها. وصلت قمر للشركة وهبطت كتمشى بسرعة وبين فيها معصبة. الموظفين ولو حافظين ملامحها، حتى حد ما يقدر يهضر معها. وصلت للطاج اللي فيه مكتبها، جات تدخل وهي تسمع السكرتيرة كتعيط عليها. دارت خنزرات فيها وقالت غبري عليا ماشي وقتك. حلات باب المكتب وإذا بها كتفاجأ بوجود شخص كان جالس في الكرسي اللي جنب المكتب، لابس كل شي كحل وداير بزاف ديال سلاسل في الذهبي، غليظ ووجهه كيخلع وملامحه شرانية. هزات حاجب كتشوفه مريح بحال إلا جالس في دار. سمعت قرقيب حذائها ودار. كيف شافها دار ابتسامة جنف في موقف. قال شرفاتنا المديرة الغزالة. قالت بصوت عالي شكون انت وشنو كدير في المكتب ديالي؟ سناء شكون سمح له يدخل المكتب؟ سناء كتقفقف قالت ميس قمر هو اللي دخل ما بغاش يتسنى بالخارج. شافت فيه وقالت خرج حتى يكون عندك موعد. هذا ماشي كوري. قرب عندها وقوت حجبانه. قال من الأحسن تهدني الزوينة خاصنا نهضرو وإلا مشيت بلا ما تسمعيني غدا تندمي. قالت فين كان عارفك باش نهضرو؟ شنو بيني وبينك؟ وهو يقول بيني وبين باك. ومن اللي وليتي في بلاصتو وليت العلاقة بيناتنا.
قالت شنو جاب بابا الهضرة؟ وهو يقول من الأحسن نهضروا بوحدنا. قمر شافت في سناء وقالت خرجي. خرجت السكرتيرة وهو رجع جلس في بلاصتو. بقيت كتشوف فيه كيف كيتصرف. صبرات راسها وجلسات في بلاصتها. قالت ما عنديش الوقت، ممكن تدخل في الموضوع؟